أهلا بحضراتكم مرة تانية. الحقيقة حقوق الملكية الفكرية لكل إنسان مبدع، لكل إنسان مش هقول بس منتج، لكن ناس بتكتب، ناس بتألف، ناس بتخترع حاجات نفسها تسجل ويكون ليها براءة اختراع، وقد إيه ناس تعبت وأنتجت وفكرت وأبدعت وحقوقها راحت وتعبها اتسرق، لكن تثبت ده إزاي؟ ما كانش فيه طريقة. الحقيقة الموضوع مش متوقف على عندنا هنا بس في مصر أو دي مشكلة، لكن لو اتكلمنا بشكل عام في كل دول العالم كان لازم يكون في قانون يحمي الملكية الفكرية. الحقيقة إن ده كمان بيشجع الناس أو المبدعين والمخترعين والمنتجين إنهم طاقتهم الإبداعية دي تزيد، إنهم يفكروا أكتر، إنهم يبقوا متحمسين، إنهم يدوا أكتر، وأكيد ده بيحقق تقدم وازدهار لكل دول العالم. قد إيه الناس لما بتلاقيش مكان ليها في بلدها أو في المكان اللي هي عايشة فيه يقدر قيمة اللي هي بتعمله، لما تلاقي نفسها بتتسرق أول حاجة بتفكر فيها إنها تسيب المكان وتمشي وتهاجر، تقول هروح للي يقدرني، هروح هسجل شغلي ده أو اختراعي ده أو إنتاجي ده في مكان تاني يعرف قيمته. احنا نفسنا نستفيد بالمبدعين اللي موجودين في بلدنا. نتكلم النهاردة أكتر عن قانون حماية الملكية الفكرية، نشوف إيه هو القانون ده وإزاي في مصر بيطبق أو بيتعامل بيه، وهل في مراكز معينة هنا أو أماكن معينة هي اللي بتتولى تنفيذ القانون ده وبتقدر إنها تتعامل بشكل مباشر مع كل مبدع ومفكر ومنتج ولا لأ. بتسعدني وشرفني يكون ضيفي أستاذ محسن مهني المحامي بالنقضة الدستورية العليا المستشار القانوني. أهلا بحضرتك. أهلا. صباح الخير استاذ محسن. يعني الواحد لما بيقف قدام شباب كده جميل عندهم فكر وعندهم طاقه ابداعيه وليهم عايزين يمشوا ومش لاقيين مكان، ويعني الواحد بيبقى حزين على الانتاج بتاعي وتعبي وفكرتي اللي اتسرقت، وتقعد قدامه يقول لك ده انا اللي كنت مفكر في ده، بتبقى حاجه تزعل طبعا. ويمكن تخليه المره اللي بعدها مش عاوز يعمل حاجه. ليه؟ هعمل ليه؟ هو ايه اللي يضمن لي حقي في اللي انا بعمله؟ طب عملته والحاجه دي اتركنت، هوديها فين؟ اقول لمين ان ده شغلي وتعبي وسجله؟ فخلينا في الاول نتعرف على ايه هو قانون الملكيه الفكريه. الملكيه الفكريه اللي هو اختراعاتي وابداعي وافكاري انا بكتبها او بنشرها، او ممكن تكون قطعه موسيقيه او قطع نشيد او قطعه قصة كده. فالدوله في مصر هنا احنا من اول الدول اللي عملنا قانون الملكيه الفكريه سنه 39، بالقانون سنه 57 لسنه 39، يعني من أقدم الدول اللي عندنا قانون لحماية الملكية الفكرية. الأفكار بتاعتنا يعني أفكاري وإبداعاتي واختراعاتي الدولة بتحميها، بسجلها في مكان معين على حسب، يعني مثلا لو منتج هندسي بيبقى في أكاديمية البحث العلمي، لو في قطعة موسيقية في أماكن معينة اللي هي بسجل فيها بتبقى الحكر بتاعها ليا أنا. أي اعتداء عليها بيمثل اعتداء على حريتي وعلى ملكيتي الفكرية لإبداعاتي اللي أنا أنتجتها. الحقيقة مصر من أول الدول اللي عملت القانون ده في سنة 39 سموه قانون حماية العلامات التجارية. في المنشآت التجارية كل مصنع أو شركة بيبقى ليه لوجو معين أو شكل معين للمنتج بتاعه، ده بيبقى محتكر الصنف بسبب العلامة التجارية دي. أي اعتداء على العلامة التجارية دي المعتدي بيعاقب طبعا بنصوص القانون. فإحنا يعني حلو قوي إن مصر يبقى ليها تاريخ جميل في حماية العلامات التجارية. بعد كده سنة 49 صدر القانون 132 ببراءات الاختراع والرسوم النماذج الصناعية. يعني احنا في دول لسه بتفكر تعمل موضوع حماية البراءات الاختراع والنماذج الصناعية، احنا سبقناها بمراحل. الشباب النهاردة اللي بيحاول يبدع او يبتكر او ينتج هيلاقي اكتر من جهة بتحميه ما دامت الجهه دي بقانون الدوله، يتقدم بالشكوى في حاله الاعتداء على الملكيه الفكريه بتاعته. طبعا النهارده يعني مين اللي بقى اللي بيقدر هل ده الملكيه الفكريه دي تستحق الحمايه ولا لا؟ يعني مثلا لو خبر منشور في الجورنال انا اخذت الخبر ده
هل أنا لما أنشره في مكان تاني أو مجلة أو على الفيس أو في أي سوشيال ميديا أخرى، هل ده اعتداء على حق ملكية الصحفي اللي نشر الخبر؟ ولا طالما الخبر طرحه للجميع يبقى أصبح مباح للجميع، من حق أي حد ينشره؟ دي ليها بتبقى معايير ضيقة شوية. بمعنى إيه؟ بمعنى لما أنا أنشر أفكاري وإبداعاتي في كتاب معين واسمي على الكتاب ده، هنا أصبح الاعتداء على أفكاري، ده هنا اعتداء على الملكية الفكرية. لكن لما أنا نفس كتابي ده أنشره في الصحافة أصبح مباح للجميع، فمن حق أي حد ياخد منه. ياخد منه بس ما ينسبوش لنفسه. بالظبط. يكتب منقول عن فلان المؤلف أو أنتج المنتج. طب ده ما بيحصلش أستاذ محسن دلوقتي، يعني بنلاقي مثلا على السوشيال ميديا كتير بياخدوا مثلا الكوت دي أو الجمل ويحطوها على الفيسبوك وبتبقى منقولة من حد، وما بيتكتبش كلمة بالزبط. منقول من كتاب من حاجة، المثقف اللي بيقرأ بيبقى عارف دي متاخدة منين، لكن نسبة كبيرة جدا ما بتعرفش وما فيش محاسبة. القارئ هنا فطن، القارئ المتلقي المعلومة بيبقى عارف هل ده أسلوب فلان الكاتب أو غير أسلوبه أو جايبه من مكان تاني، زي بيقولوا يعني قص ولزق، يعني بيجيب من كتب من كذا كتاب وبيعمل موضوع. القارئ النهاردة بقى يعني عنده ذكاء حاد الذكاء، يقدر يعرف مين المؤلف القطعة دي أو الباراجراف ده. وبيبقى يعني هنا صاحب الفكرة بقى المفروض يعني كواقع نظري يتقدم للجهات المسؤولة بحماية الملكية الفكرية بتاعته. النهاردة حتى على صفحات الفيس النهاردة بنعمل شير لأي حاجة بنعتبرها مجهودي أنا الشخصي. لا، يمكن لما اللي بيعمل شير بيبقى باسم الحد اللي هو واخد منه ده، يعني بتبقى عارف ان انا مش بيعمل كوبي بيست، لكن كوبي بيست طيب صاحب القول او صاحب المدونه او ايا كان الحاجه اللي بتتنقل عنه، لو هو قبل نشرها ما كانش خد خطوه لتسجيلها او لانه يحفظ حقوق ملكيته ليها، يبقى هنا مش من حقه انه يشتكي. بالظبط، لانه ما تقدمش بحمايتها اولا. يعني انا لما بيكون في موضوع معين أو رسالة أو كتاب بتقدم لهيئة الكتاب بحمايته، باخد رقم وبيبقى أصبح الكتاب أو كل محتوى الكتاب المضمون بتاعه ده يخصني. أي حد يعتدي عليه بلجأ بقى للطرق الرسمية بحماية أفكاري وإبداعاتي، لأن أنا اللي توجهت أولا لحمايتها. إنما أنا ما حمدش نفسي من الاعتداء، فلما بقت السلعة مطروحة للكافة، هو الأفكار دي والإبداعات دي سلعة، صحيح، لازم نحميها ولازم نخاف عليها. وبعدين ممكن زي مثلا قطعة موسيقية، لحن جميل، أنا لما بعزف لحن جميل بيبقى بتاعي، لازم أحميه عشان محدش ياخده ويسرقه وينسبه لنفسه. طب في شروط للتسجيل ده؟ يعني لازم القطعة الموسيقية دي الكتاب يتمتع بشروط معينة عشان يتقبل انه يتسجل؟ طبعا، كل حاجة بيبقى ليها معايير الجودة بقى. في لجان متخصصة بتراقب هل الكتاب ده يصلح ان احنا نديه لحماية الملكية الفكرية، هل النموذج الصناعي ده، يعني في طلبة كليات الهندسة بيبقى حاجة جميلة قوي وحاجة مشرفة لمصر فعلا، يعني بيبقى طالب مثلا في نهائي هندسة بيبدع ويبتكر جهاز معين مع بكهرباء بيحمي الشقة من الحريق مثلا، فبيروح يسجله في أكاديمية البحث العلمي، لما بيتسجل باسمه بيعملوا له زي رسالة أو زي بحث أو لجان من كليات الهندسة بتيجي تراقبه وبتناقشوا فيه، إذا نال الإعجاب ووصل لمرحلة إن هو يستحق إن احنا نحميه بياخد شهادة إن الجهاز ده اخترعه فلان الفلاني وأصبح حقه، هو بقى اللي يوزعه وهو اللي يبيعه ويبقى ليه حق حمايته. يقدر يتعاقد بقى مع شركات مع مصانع تنفذ المشروع بتاعه، بالزبط، لكن هو صاحب الاختراع، أخذ براءة اختراع. الأكاديمية البحث العلمي هنا بتحمي الاختراع بتاعه. إنما لو عمل أي اختراع وراح نزل بيه باعه بدون أي حماية فممكن أي حد يقلده، وغالبا دي بتبقى ظاهرة قوي في السلع الصينية اللي بتنزل في السوق المصري مثلا.
طيب ايه اللي بقى يعني القانون بيطبق ازاي عشان يتصدى للي احنا بنقوله؟ التقليد، واحد خد حقوق ملكيه فكريه بالظبط وتقدم بطلب واتقبل، وبعدين بقى في تقليد للسلعه بتاعته او للاختراع بتاعه، وبالفعل نزل السوق وهو اشتكى لانه ده من حقه زي ما احنا بنقول انه سجل، لكن الحبال طويله، كان المشروع بتاعه او التقليد بتاعه نزل وغرق السوق وخلاص بقى هو في كل الاحوال كده بقى خسران. بالظبط هو اللي بيحصل، يعني احنا بنمشي حسب ما القانون بيقول، بيتقدم بلاغ للجهه المسؤوله وبيبعته ويجيب هو بقى الشهادات اللي معاه اللي بتثبت ان هو مخترع الجهاز ده او القطعه الموسيقيه دي او الكتاب ده، بيألفه من هيئه الكتاب، بيجيب ما يفيد ان هو تقدم بايداعه في هيئه الكتاب، وبعد كده بيوجه اتهامه بقى لسين من الناس هو اللي قلد المشروع بتاعه او سرق المجهود بتاعه، والتحقيقات بتمشي بقى في النيابه، واذا النيابه وجدت في فعلا اتهام واعتداء بيقدم للمحاكمة. بس أنا شايف أن العقوبة المقررة للاعتداء على الملكية الفكرية عقوبة بسيطة لا تتناسب مع جسامة السرقة أو الخطر اللي حصل لما أسرق مجهود واحد بقاله أكتر من كذا سنة بيبدع، وأجي أنا أخده بسهولة كده. يعني لو تغليظوا العقوبة هيعمل نوع من الردع. ايه العقوبة استاذ محسن اللي هي ايه؟ وهل في كل الحالات البسيط الحبس البسيط يعني ما بتزيدش عن سنة، شهر من شهر لسنة، او بالغرامة او احدى هاتين العقوبتين. يعني القاضي النهاردة بيحكم يا حبس يا غرامة، وغالبا يعني الواقع العملي بنلاقيها غرامة وخالص الموضوع غرامة وبتبقى بسيطة. بس احنا كده يعني بيبقى في تشجيع للي بيسرق انه يعمل ده تاني. ايه المشكلة لما ادفع غرامة؟ انا كسبت قد ايه؟ بالظبط مفيش مشكلة ادفع. وبعدين كمان النهاردة الامانة بقى تقتضي ان انا لما انشر موضوع اقول الكاتب فلان الفلاني، بس انا نشرته باسمه هو، اخدت منه اقتبست منه، ما نسيبهوش لنفسي. يعني الا بقى لو مقالات في الصحف بيجمعها في كتاب دي بتاعته. حضرتك بتتكلم عن يعني الامانه. احنا بنتمنى ان كل الناس يبقى عندها امانه، لكن لما بنتكلم في الواقع لا، السرقه دي والاعتداء على حقوق الملكيه الفكريه موجود، وموجود بكثره كمان، وده الأسف. بيخلي المبدعين حتى يتراجعوا عن فكره انهم يكتبوا او يدوا او ينتجوا الا اذا كانوا بيمتلكوا من الادوات ومن العلاقات ومن الفلوس بالزبط. اللي يخليهم يامنوا اللي هم بيعملوه او يقدروا يرفعوا القضيه ويطلبوا بحقوقهم اكتر بالزبط. من مره. حضرتك شايف ايه عوار تاني في القانون غير فكره العقوبه ان المفروض انها تغلظ اكتر من كده؟ اولا تغليظ العقوبه مع يعني كثافه حق الحمايه، يعني ما تبقاش جهه واحده بس المسؤوله عن حمايه المنتج او السلعه او الملكيه الفكريه. يعني انت القانون النهارده بيقول انا بسجل الكتاب بتاعي في هيئه الكتاب، ليه ما يبقاش في مثلا تسجيل في الشهر العقاري؟ ليه ما يبقاش في تسجيل مثلا في جهه معينه، جريده محترمه تتبنى نشر الكتاب، بحيث يبقى انا ده تدعيم لموقف المؤلف يقدر يستعين بيهم في حالة النزاع، أي حد يعتدي على الملكية الفكرية بتاعته. طبعا بجانب براءات الاختراع اللي في أكاديمية البحث العلمي، دي حاجات بيبقى مجسمات هم بيحترموها أو بيراقبوا الجودة بتاعتها كمجسمات نماذج صناعية. وبعدين في القوانين بقى بتتدرج، يعني احنا بدأنا بقانون 39 سنة 49، بعدها في قانون سنة 92 بيسموه حق المؤلف والمصنفات السمعية والبصرية، دي مع تطور الأيام وظهور بقى الميديا والحاجات دي كلها. الأفلام الدينية والمسلسلات ليها حق حمايتها، يعني لا يتصرف فيها إلا المنتج أو المخرج أو يعني صاحب العمل نفسه. في قنوات فضائية النهاردة بتاخد، وخصوصا على اليوتيوب، بتاخد البرامج دي او المسلسلات دي بتنشرها بدون ما بتعوض اصحاب العمل الفني، تتسبب لهم في ضرر واذى مادي كبير طبعا لان هو تعب وانتج صرف. وصرف صرف.
بتيجي قناة فضائية أو القنوات الفضائية النهاردة مفتوحة، السماء مفتوحة، بياخد العمل وينتجه أو يعيد إذاعته بدون ما بيرجع لصاحبه. طبعا بيبقى خلاص بقى نزل السوق كتير، سبب ضرر وخسائر للقائمين على العمل. بعد سنة 92 بقى في 2002 صدر القانون بقى الأخير اللي هو قانون حماية الملكية الفكرية، ودوت يعني أنا بعتبره من القوانين الجميلة جدا اللي بتحمي إلى قدر ما. ما هو القانون مش ممكن هيبقى يعني صراع يومي، احنا بنلجأ له في حالة وجود مشكلة. هو مش صراع يومي، لكن المفروض انه القانون ده بيتعمل عشان يكون عصا كده مستقيمة زي المعنى بتاعه بالزبط، اللي تظبط الامور وتحفظ لكل واحد حقه، على الاقل لما يحصل اعتداء على حقوقي اعرف يعني اشتكي ألجأ واعرف ألجأ للقانون. فاحنا عندنا في مصر بشكل عام، مش بتكلم على قانون الملكية الفكرية، عندنا ازمة في تطبيق القانون، في ادوات تطبيق القانون، عن الآلية ده حقيقي بالزبط. عندنا مشكله بالزبط. كبير. فلو اتكلمنا في الاليات وتطبيق القانون تحديدا بقى في اللي احنا بنتكلم فيه النهارده وحقوق الملكيه الفكريه، اكيد برضو في مشكله زي باقي القوانين. طبعا. فخلينا نتكلم برضو في النقطه دي، حضرتك شايف ايه الاليات اللي ممكن ينفذ بيها القانون؟ الروتين والبيروقراطيه. يعني في الدول الثانيه مجرد ما بيسجل العمل الفني في أكاديمية البحث العلمي أو في الجهة المسؤولة بياخد الشهادات بتاعته، في هناك نوع من ثقافة احترام مجهود الآخر أو قبول الآخر. هنا ما يعني أعتقد يعني مش في مصر بس، عموما في دول العالم الثالث بيستبيح لنفسه ياخد مجهود غيره وينسبه لنفسه، وده أمر في منتهى الصعوبة. يعني هيبتدي بقى صاحب العمل يلجأ للقوانين ويلجأ للمكاتب الاستشارية اللي تبدأ تطالب له بحقوقه، زي المركز حماية الملكية الفكرية، المركز المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية، وده مركز غير حكومي، يعني ده بيسند ويساعد بس صاحب العمل. طب خلينا نقول للناس كده المكان، المركز ده ويعني بيعمل ايه بالظبط وبيساعد ازاي؟ المركز ده بينظم دورات تدريبية، بينظم نوع من كيفية الرقابة، بيشرح لصاحب العمل او المنتج الفني او القطعه الموسيقيه تعمل ايه في حاله الاعتداء عليك، وفي حاله وجود مشكله بتلجا لنا واحنا بنساعدك، بنتقدم معاك بالشكوى، بنتضامن معاك، لكن هم ميبقاش لي حق التقدم بالشكوى مباشره. ملهوش صفه رسميه، لا مش ولا صفة حكومية. رسمية ولا حكوميه، ده مجرد مركز يعني بيساعد بيدعم بيتبنى قضايا المبدعين والمخترعين اللي حصل عليها اعتداء من الآخرين. لو ما فيش اعتداء المركز ده ليه دور تاني؟ يعني حاجة بتقوله بيدي دورات تدريبية، في الدورات التدريبية، في الإرشاد، في النصح، في عمل كتيبات كيفية حماية الملكية الفكرية، تتقدم بإيه أوراق، يعني مثلا في هيئة الكتاب بتتقدم بكم نسخة من كتابك عشان يعتمد. طبعا أكاديمية البحث العلمي دي بيبقى ليها اشتراطات تانية بزيادة، عمل متكامل بيخضع لرقابة أساتذة من كليات الهندسة، بيبقى كل منتج أو سلعة أو حق اختراع أو إبداع ليه مكانه، قطعة موسيقية غير جهاز في هيئة أكاديمية البحث العلمي غير كتاب، يعني كل حاجة لها مكان معين. في مثلا مجموعة من المستشارين المحامين موجودين في المركز ده، ما دام هو بيساعد المبدعين انهم اللي مش عارف اللي مش بيبقى فاهم نوع من يتابعوا معاهم كل الخطوات للآخر بالزبط يعني بالظبط. بيبقى نوع من التدعيم المعنوي ليهم اللي بيتقدم بشكوى، طبعا من حقه يختار المكتب المحاماة اللي هو بيرتاح له وبيتابع بقى القضية معاه ولغاية ما يوصل للحق. حضرتك شايف مكتب زي ده أو مركز يعني زي ده واحد بس كافي، ولا احنا محتاجين قد ايه؟ محتاجين بس في كل محافظة يكون عندنا هو مركز؟ يا ريت هو طبعا المركز ده مقره القاهرة، فأي حد طب زي هيئة الكتاب أو أكاديمية البحث العلمي بيجي من أسيوط وأسوان واسكندرية عشان يسجل في أكاديمية هنا في القاهرة، ليه ما نعملش أفرع في كل محافظة؟ ده حاجة حلوة جدا تساعد الشباب وتبقى جنبه
في مكانه، يتقدم بالشكوى، يتقدم بتسجيل اختراعه، يتقدم بتسجيل الإبداع بتاعه. ده هيساعد كتير. بدل ما بيبقى في مشكلة انه محتاجين الناس هي اللي توصل للمكان، في حين ان الصح ان المكان يحاول هو اللي يوصل للناس، مش بس ان يكون ليه أفرع، انه اقول انا موجود يا جماعة، في مركز بيعمل كذا، بيقدم خدمات لكل مبدع، لكل مخترع، بتقول ان انا ممكن اساعدك بتدريب، ممكن اساعدك في مشكلة، فلو عاوز توصلي تواصل معايا بالطريقة دي. يعني انا اعتقد ان كتير من الشباب والناس ما يعرفوش ان في مركز زي ده. كتير كتير. هو الـ 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 الجميل قوي ان احنا يعني المثاليات القانونية دي على ارض الواقع بتبقى مدمرة، يعني احنا كتير بنصطدم بيها. يعني كتير بيبقى القانون حلو ونصوصه جميلة، لكن الآليات بتاعته ما بتبقاش مريحة، فالشباب بيصطدم بالأفكار دي، بالآليات، بالروتين بقى، وأجيله من آخر البلاد عشان أتقدم بتسجيل البحث بتاعي أو الاختراع في أكاديمية البحث العلمي هنا في القاهرة. ليه ما نعملش مكان في اسكندرية، في أسيوط، في أسوان، يبقى قريب قوي من الشباب دول. الدول الثانية بتبتدي، الشباب طبعا بيتواصل مع الجامعات الأجنبية. لما الشباب بيتواصل مع الجامعات الأجنبية وبيعرض عليها إبداعه، بتبتدي الجامعات الأجنبية تستقطبه، بتبعت له مندوب من عندها، مندوب بيتعامل معاه ويشوف مدى قدرته ونجاحه، وبيكتب ريبورت بيرجع بيه للجامعة اللي هي بعتها يشوف المنتج ده، وبعدين بيسهلوا له بقى السفر والإقامة. بنفاجأ ان الشباب المصري بدأ يهاجر بره بسبب اختراعاته وسبب نجاحه وطموحه اللي مش لاقيه هنا. وبعد الاختراع بتاعه ما كل الدنيا تسمع بيه، والدولة اللي بره تعلن انه في شاب يا جماعة اخترع كذا، نبدأ احنا هنا المصريين بالزبط نتكلم عن الشاب ده وعنه انسان مصري، إيه اللي خلاه يهاجر وبلدك واولى بيك ورجع، واحنا يمكن احيانا بنكون قوة طاردة بدل ما نكون جاذبة. عندنا قوانين اكتر من رائعة، وبشهادة العالم يمكن يكون القوانين المصرية او الدستور المصري من اعظم القوانين. جميل. لكن بنفتقد اليات التنفيذ على ارض الواقع، بنفتقد حاجات كتير. يمكن لو اتطبقت صح هنكون أفضل من كده بكتير، مش بس في القانون حقوق الملكية الفكرية، لكن كتير من القوانين. بتمنى النهاردة تكون رسالة إيجابية لكل مبدع ومفكر أنه ما يفرطش في حقوقه ويروح يسجل اختراعه. بالزبط. ولكل واحد عنده مشكلة ما تستسلمش لمشكلتك، لكن لو ليك حق دور عليه ولازم تاخده، وحاول أنك تعافر جوه بلدك. يعني بالزبط. يعني خسارة طبعا، وما تلجأش لجامعات أجنبية. الجامعات المصرية جميلة إلا لو كانت دي السكة الأخيرة اللي قدامك، لكن برضو أتمنى يعني أن دايما بلدك هي اللي تستفاد بيك. أستاذ محسن مهني المحامي بالنقضة الدستورية العليا، نورتني وشكرا لحضرتك لوجودك معنا. صباح النور. صباح النور. شكرا. بعد الفاصل هنتكلم عن مبادرة بنك ناصر ومجموعة من البنوك أو عدد من البنوك اللي بيقدموا قرض 50,000 جنيه لدفع المصروفات أو لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، الشروط اللي مفروض أنها تتوفر، إزاي ممكن تسدد ده، وممكن لو عندك أكتر من طفل إيه الحد الأقصى اللي ممكن تاخده، تفاصيل كتير لكن بعد الفاصل.